السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومضيق زمنور وتدريب كلاب البحيره كابتن غنور. يا رب الحلقات اللي احنا بنقدمها يا جماعه تعجبكم وتنور رضاكم، وطبعا ناس كتير بتحب تشوف احنا بنعمل ايه مع الكلاب علشان لو قابلته نفس المشكله بيعمل زينا بالظبط. تعالوا النهارده نشوف الدفعه اللي عندنا ايه. الدفعه اللي عندنا عباره عن كلبتين مالينو، واحده روت وواحده جولدن ودكر جيرمان. دي الدفعه بتاعت النهارده يا جماعه، خمس كلاب كل يوم بنعرضهم عليكم علشان نعرف اخبارهم سوا ونشوف مشاكلهم ايه، علشان لو حصلت معانا مشكله انت ما تحصلش عندك باذن الله. اول كلبه عندنا اللي هي ايما، دي انثى دينتاي مالينو اللي كنا قلنا عليها قبل كده، وقعت من على السطح وهي حامل. الكلبه كانت ولدت وما حصلش نصيب في الولاده لان طبعا كانت تعبانه في الفتره دي وكانت بتاخد مضادات حيويه. اللي حصل عندها بس يا دوبك كسر في العمود الفقري، بس الحمد لله الكلبه رجعت تتعافى تاني وبتمشي عادي خالص، وباذن الله تخش على مرحله جواز تاني. نطمن عليها ونشوف بعد ما اشتغلنا بدواء الحشرات اللي هو الديزانول ولاكتاكروم. اهو وضح كده عشان يكون واضح للناس لو حد حابب يشتري زيه. طبعا واضح كده يا جماعه، ده الديزانول ولاكتاكروم اللي احنا بنتكلم عنه. تمام، تعالوا بقى نشوف الكلبه بتاعتنا ايه اخبارها. تمام، ايما واخد تطعيم حشرات يوم 30/9، يعني ما ينفعش ان احنا نديها تاني. ايه ايما؟ طبعا الحمد لله ما فيش حشرات ولا في حي. حته قماشه مبلوله وامسح ودانها. تمام، من جوه بس حته قماشه مبلوله وامسح الودان كده كويس. طبعا بالنسبه للحاله الصحيه الحمد لله ما فيش اي حاجه، كلبه حنينه جدا. ايه تعالي تعالي قوم وقفي، شاطره. طبعا يا جماعه هي بعد الوقعه اللي وقعتها اخر وقفه ليها كانت كده. تمام، بس نرجع نقول الحمد لله ان الكلبه ما ماتتش وما حصلهاش حاجه اكتر من كده، طبعا ده نصيب من عند ربنا. تعالوا بقى نشوف الجرويه اللي هي اسمها ديفا. دي جرويه روت ديفا. طبعا برضو الحمد لله بالنسبه للحاله الصحيه، امسح الودان وهنا كمان امسح الودان. هنا الودان هنا عايزه تنضف يا اسلام. هنا الودان عايزه تنضف كويس. تمام، بقماشه مبلوله وتتمسح. تمام، وسلام بقى لو جبنا ايه في غطا نقطه ديزانول حوالي 2 مللي بس، ونقطه ثانيه واحده هنقول لك تعمل ايه، نقطه ديزانول ونقطه اكتاكروم على بعض وعليهم شويه ميه صغيرين، نقطه ونقطه كده زي ايه 2 مللي كده اسلام. تمام، ونبل فيهم القماشه ونمسح الودان من جوه عشان حتى يفضل ريحه الدواء في الودان، ما يجيش اي حشره بعد كده تخش تقعد في الودان. تمام، بالنسبه بقى لجولي، جولي واخده تطعيم حشرات يوم 16/9. تمام، ايه جولي؟ ايه جولي؟ ايه جولي؟ من الواضح ان هي بتاعت مشاكل. شايف انت هنا فين الجنتيانا؟ جنتيانا. تمام، واضح ان مش سودا. ايه هنا يا شيخ؟ سودا انت دلوقتي. طيب شلتها ليه؟ لقيتها على طب على فكره فيها جولي فيها حشرات، بس واخد كام حشرات من 16/9. بس طلع ميت. ميت اللي فيها؟ ما هو بيطلع ميت من الدواء. تمام، دي هيتحط لها جنتيانا. اعرف بس المشاكل اللي بنقابلها ايه، دي هيتحط لها جنتيانا. تمام، والحشرات ديت تتشال. ها في حشرات ميته كده. نشوف بقى مزيكا، دي النتايج الجولدن بتاعتنا. جنتيانا برضو هنا سلام. تمام، ما فيهاش حشرات ولا حاجه، دي نضيفه. دي قشره بيلي. بيلي طبعا الحمد لله مفيش حاجه، بس بحط له هنا نقطه جنتيانا عشان في خربوش في وشه صغير. تمام، طبعا دي كانت الدفعه بتاعتنا يا جماعه، اطمنا عليهم النهارده وعرفنا اخبارهم ايه، و
تابعنا تابعنا كل حاجه تمام، واطمنا على الكلاب اللي عندنا بالنسبه للمالينو وبالنسبه للروت والجولدن. الكلب المالينو دي بس اللي لقينا فيها حشرات ميته، المفروض طالما الحشره انا حسيت انها ميته يبقى تتشال بالملاط، لان الديزانول والاكتاكروم بيكون سبب في موت الحشرات وما بيقعش، يعني بيتن معلق في الجسم، يا اما التمشيط كويس يا اما ان انا نشيلها بالملاط. في الاخر نقول لكم تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.